وبعد ما افترقت إيلي عن جيسي بعد ما اختلفوا في وجهات النظر، هو شايف اللي هو لازم أولوية يروح ينقذ تومي ويذهب إلى المكان اللي هو فيه تومي من اتجاه معين، وهي كانت شايفة إن تومي طالما هي رايحة لآبي، طبعا التارجت بتاعها آبي متربسها دماغها على آبي، وشايفة اللي تسكتها لآبي هي اللي توصلها لتومي. طبعا الكلام ده هتكشفه الأحداث بعد كده، هنشوف إيه اللي هيحصل. ودخلت في هذا المكان، طبعا الحاجات دي كلها كانت موجودة في الفيديو اللي فات، لو أنتم شفتاش ممكن ترجعوا تشوفوها، كان فيديو شيق جدا وفي شوية أكشن حلوين. معاكم أحمد بهجت جيمرز أند جنتلمان، ونستأنف مع بعض لعبة لاست أوف أس بارت 2 والمزيد منها. ولكن قبل ما نبدأ، لو أنت أول مرة تشوف فيديو بتاعي وحابب تدعمني، لو حابب تدعمني يعني ممكن تنزل تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، كومنتاتكم ما تحرمنيش منها يا رب، وبدون مقدمة طويلة يلا بينا نذهب ونستأنف الرحلة. بس أنا وقعت في مية كده على طول بمنتهى يعني أنا مش مستوعب كنت واقف فين للحظة كده الوهلة. اوكي دلوقتي انا المفروض اوصل للبوت لما انا عملت ابجريد. هنت ايه بقى الهنت بسرعه؟ اوكي لازم اروح هنا. اوكي هو ده البوت يا جماعه، ناخد بس الحاجات دي بقى. عملت كرافت طبعا، في ايتمز عندي نقصت المفروض اكملها. اوكي ايوه شريط لاصق. هنروح للبوت منين؟ من هنا بقى المفروض. عدي يا إيلي، عدي يا إيلي حبيبي، اكيد ليها فتحة من هنا على ما يبدو يعني. لا ملهاش. طب اوصل البوك منين؟ اوكي هو مالي جيب لي حاجة من تحت، بس انا مش هروح اجيبها بقى خلاص، اكيد هي كولكتبل يعني هيبقى مهم بعدين. يلا بينا. يلا هوب. ال2 ريفرس. اوكي يلا بينا. انا عايز امشي مع روتا فلو. مش عارف يا جماعه انا حاسس بجو انشارتد في الحته دي بصراحه، كان في مرحله رخمه جدا في انشارتد. مفيش حد بيمشي وراها، طول كويس. بس احنا كده وصلنا للاخر صح؟ نخمس بقى كده. طب هنقف فين؟ المفروض يمكن من هنا مثلا. مد شوية إيلي كده معلش، مد شوية. ايوه الووتر فولز بس هنا. في حاجة؟ اه ممكن من هنا. انا سبت البوت بعيد جدا بس معلش بقى خلاص هرجع له بعدين. ايوه لم 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 كل حاجة. بس دي ديد اند يا جماعة، طبعا ما اقدرش اطلع، مفيش اي طريق من هنا. ايوه هنا بقى اهو يعدي عادي.
please go through. اه في حاجة في حاجة. تعالى تعالى نشوف ايه دي. هنا هنا فين؟ اه اهي. انزلي كده اقلي بس ايه في السريع ناخد دي. اوكي ملي تول نقدر نعملها كرافت. لا محتاج شريط لاصق زيادة. نكمل الطريق بقى بتاعنا نشوف هنوصل لغاية فين دلوقتي. ايه اللي هيطلع لنا في الطريق؟ هيبقى في متحولين سمك مثلا؟ ايوه غريب اوي حوار الشلالات اللي جوه المبنى دي يا جماعة. هو في طريقة اقدر اخش بيها هنا؟ ماشي هنشوف هنشوف دلوقتي. انزل دلوقتي هنعرف دلوقتي نوت. مش المفروض نرجع شوية بس بالبوت هنا كده. نرجع شوية بس عشان نعرف ننزل. ايوه نعرف نشوف الباب ده. اه مقفول لازم نفتحه من طريق تاني. غريبة مبنى مع كل الوتر فلو ده ومنهارش يعني المفروض ينهار طبعا يعني الحاجات دي كلها بتتسلل الأساسات وبتخليها يعني بتغوص في الماء في الأرض وتنتهي. اه واضح اللي فيه فتحة بس لازم الأول أشوف بس فوق فيه في حاجة هنا. طب بيقولي في حاجة هنا. أيوه ده جوه هنا. إيه بقى؟ إيه اللي فاتني هنا؟ ما أنا كنت هنا من شوية. ايه ده معقولة في كارد ما خدتوش؟ اوكي طب نطلع السلم بقى نشوف الباب التاني ده. ايوه دي مدينة الملاهي قربنا منها سيكا من الاسياك يا جماعة. ده مقتول طازة معاه نوت طبعا غالبا هو اللي هيبقى كاتبها. بيف لراند راندال كاتب لبيف بيجر هوب از يو ريمبر وير وي هيد ذا ستاش كود. اه اوكي في كود هنا 70 12 64. طيب في خزنة هنا يا جماعة. دي هعمل بيها ايه؟ دي هطلع بيها فوق ممكن انزلها تحت ولا ايه؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. دي لازم لازم اعمل بيها حاجة هنا قريب يعني. اه اوكي اوكي مش هعمل بيها حاجة ده هي مخبية حاجة. ده صراصير؟ غريبة في صراصير في المكان ده. افتكرت صراصير اتحولت هي كمان. ايوه ننزل بقى هنا. اديني بقى الكلام ده كله. فين بقى الخزنة؟ اهي 70 12 64 تقريبا. 70 اه 12 ايوه 64 يلا بينا here we go. اديني كل اللي جوه اديني. ايوه 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 وده فول زي الفول بس نفتح بقى ايه الباب ده. في كرافت ما اقدرش اكرافت دي وده كامل طبعا. وفي انا بقدر اعمل حاجه برضو دي بتعمل ايه كرافت مور ايروز دي تزود كميه الاسهم اللي معايا ودي بت امبروف سالنسر خلينا امبروف سالنسر.
اوكي جريت، نفتح بقى ده. يا ترى بقى هسيبه يقع تاني بقى ولا زي التاني ولا ايه؟ لا فتح عادي خلاص. يلا Here we go. Alternate boat controls are available under options. ده عشان اغير البوت كنترول. طب انا قبل ما انزل النازله دي لازم اتاكد مفيش حاجه هنا. لا مفيش. يلا بينا ننزل بقى الشلال. ده لو في الحياة الواقعية كان هيبقى جامد جدا يا جماعة. هيطل ولا ايه؟ انت بتهزر فعلا. خلاص هو مهمته انتهت هنا خلاص. نجرب تاني. خلاص اشتغل. اوكي ده شوية تدريب عشان اعرف ازاي اشغل البوت. احتمال والله اعلم. اوكي انا خايف اعدي حاجه من دول يطلع فيها برضو قنبله او فخ. الناس دي برضو بقدر من الذكاء يعني، ما اناش اذكى واحد في العالم يعني. طبعا المفروض اخش هنا وهنا وهنا. ناخد جوله سريعه كده. ايوه هو بيقول لي هنا في حاجات اهو. ماشي انزل دلوقتي. في كرافت تيبل. ما جالي تروفي يا جماعه اسمها ان ذا فيلد، فاعتقد ان انا لقيت كل الكرافت تيبلز اللي هم عايزين الاقيها. خدي 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 كل ده، خدي كل ده. ايوه 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 في تاني. ايوه في تاني اهو. فين؟ هنا بره اهو. فاضي دي بس. دي بقى طبعا ايه، نعمل ابجريد للسلاح. نشوف بقى اللي ممكن نعمله ابجريد دلوقتي. الاسهم مفيش هنا طبعا. محمر الاسهم لازم ايه، مفيش غير الشوت جان بس. نديها شويه كاباسيتي اعلى. ميكانيست خدت برضه تروفي تانية اسمها ميكانيست. حلو. طبعا فاضل لي طبعا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ابجريدز. ترى هلحق اخلصهم، هلحق اوصل لهم كلهم قبل ما انا انهي اللعبة ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. طيب يلا بينا يلي. حاجة هنا maybe I think so. في مدخل هنا طبعا كافي. حلو نوت برضو. دي بتتكلم عن الشيء المتحول اللي انا بواجهه. If any wolf read this, warn Isaac and the others. The rumors are true. There are a new infected out there. ده بيقول لهم في حاجة infected جديدة يا جماعة موجودة وبتاع. يعني بيوصف لهم يا جماعة، بيقول لهم البتاع ده موته بسهولة بطيء كل حاجة، بس بيقعد يفجر حاجات حمضية بتدمر الجلد بتاعي. باين طبعا ان في داخلة هنا من تحت هخشها دلوقتي. متأكد بس الدنيا هنا سليمة. طبعا شوت جان معايا فول على ما يبدو. ايه ده بس كده؟ مفيش حاجة هنا تتدخل؟ لا مفيش. طب يلا بينا نذهب إلى البوت تاني. وفي حاجة في طريق هنا يا جماعة تقريبا.
دي مجرد يافطه كافي هاتف المفروض ده مدخل اوتيل لوبي كان اوتيل بس الله يرحمه يعني. طيب في تاني؟ sleep. ايوه اكسر الازاز. ايوه مليان حاجات تحت. يلا بينا يلا يعني نشوف ايه اللي تحت ده. انا مش شايف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ خدتهم؟ لا خدت حاجة واحدة بس. ازاي هاتي دي؟ ايه اللي تحت هنا يا جماعة؟ انا ليه مش قادر اوصل لها؟ هنا انزل من هنا. ايه بقى دي؟ اهي يعني انت اذا ما خدتهاش. لا خدتها. طب خلاص اطلعي بس قبل ما تموتي. ايوه انا كده خدت الاماكن كلها ولا في مكان تاني ما دخلتوش؟ ده الاوتيل. طب نمسحها بقى من ناحية الشمال كده. شايف حاجة منورة هناك اهي. ايوه هو ده المكان غالبا. خلاص يا ولاد شافوني. انزلي انزلي من المايه. انزلي انزلي. ده في ناس بيحاربوا بعض. هما كانوا يعني اتشافت بس يعني هما مشغولين ببعض حاليا وانا لازم استغل هذا الموضوع لصالحي. نختص نختص اختص اختص اختص. خدي نفس. ايوه واختصي تحت دلوقتي. هنا هما. ايوه انا محتاج السهم بقى دلوقتي هينفعني جدا. ايه ده ازاي ما جاتش؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. اوكي لازم واحد واحد كده اروح. يا اما بقى اخش بقى وخلاص. هما دلوقتي دخلوا جوه اصلا. في حد اهو. هتيجي منين؟ ايوه تعالي لي بقى. يلا باي باي. بس خلاص معاك حاجة؟ حد تاني جاي وراه؟ هما كلهم لسه فوق قاعدين مكسرين فوق. الله 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 الله. بس خلاص بس 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 يا ابن لذينة يا بنت. دي طلعت لي منين دي؟ ماشي ماشي هجيلكوا بقى ايه بالهارد كور. تعالى يا ابن الله الله. انزلي 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 انزلي. نتعالج بسرعة. تعالوا لي هنا. ايوه here we go.
انت فين؟ انت لسه واقف تحت، انت مستنيني؟ ها، انا اول حاجه انا عايز مسدس السايلنسر. يلا خلاص، دول كلهم ولا ايه؟ لسه فيه، انا فاكر في فوق لسه. طيب لا مفيش، خلاص دان. خيرات خيرات، اوكي، في حاجات تحت كمان، بس نخلص اللي فوق بالمرة الأول. طيب في لعبة بحب اكسر قوي يا جماعة. فين فين؟ اه سيرفرات برضو اهي. هاتوا 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 الحاجات دي. اوكي لا انا مش هروح من هنا. تضاريس يعني، المبنى مفشوخ حرفيا. اه ده في صورة هنا، فيل هير لاف يا جماعة، دي اللي عمالة تطلع لي من زمان، من أيام ما طلعت لي ترابس، وكل شوية يقول لك فيل هير لاف وبتاع، فواضح دي كي بيرسون في الشخصية. حلوة، كي بيرسون في الشخصية، دي كي بيرسون في اللعبة. ساعات الواحد برضه وهو بيركز بيطلع منه كلام كده، ايه حكم. فين؟ ازاي مش شايفك؟ انا طب اقدر اكرافت دي؟ دي ما فيهاش كرافتي صح، دي سكينه وبتموت. دي ممكن اكرافت منها واحده كمان، والاسهم خلاص عندي كامله. ماشي، في هنا جولز برضو. ايه في اللي في الظهر؟ طيب كلام كتير جدا. I hope you can forgive me. Emmet. اه ده في لسه هنا حاجة. اه هنا هنا لازم اعدي من تحت. ايوه، هل من مزيد؟ ننزل تحت بقى. المفروض اعدي بالبوت هنا غالبا. كنت فاكر كان في حاجات تحت ما خدتهاش لسه يا جماعه. صوت البر والرعد واقعي جدا يا جماعه. طبعا لابس السماعه و 3D ساوند حكايه بصراحه. ده البوت غرق. هو فين البوت بتاعي؟ اه ده هناك لسه. انت فين يا بوت؟ اه انا وقفت في حته بعيده جدا. يلا فين ده؟ ايه اللي لقيته؟ لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ اه ده في حاجه هنا ممكن ان... اه اوكي، ده المكان ده شكله كده سر. طريق لي بسرعة نشوف الحاجات اللي هنا دي. اكيد كولكتبل مهم، من الكولكتبلز بتاعت التروفيز. المفروض يكون في حاجة متحولة هنا المفروض يعني. اوكي وانا هطلع ولا سوينج؟ نشوف البتاع اللي فوق، نطلع هنا طيب ولا ايه؟
هو ده ماسك في دي يعني، ممكن انزل صح؟ انزلي. اوكي ممكن اسوينج هنا بقى، اطلعي شوية سوينج بقى، واحد اتنين هوب. نفتحه من الناحية التانية بمنتهى البساطة. بس ايه اللي موجود بقى؟ ايوه ده فول برضو. نقفز مباشرة بقى ولا ايه؟ متهيألي القفز هنا عادي صح؟ في نوت كمان. جلوريوس، ايه اللي جلوريوس ده؟ ميشا بيك، بعت لي ميشا. اوكي نقفز بقى. وي البوت فين؟ يلا على البوت. تحط القطر عامل حادثة، قطر معلق عامل حادثة ولابس في الارض ومتعلق في مكانه. يلا بينا. يلا والله است جولة. طيب هو في مكان ده اكسسبل يا جماعة بالداخل؟ مقفول تالي، مقفول مفيش حاجة. لا هنا في، ممكن اطلع هنا اهو. تعال ايوه. لا مش عايز اسوايب، المايه احسن، المنجل المايه احسن. اوكي المكان ده طبعا مش بيتدخل صح؟ واضح من شكله. اوكي يلا بينا. قولوا يا جماعه لو انتوا بتشعروا بالملل من الكولكتبلز والسيرشنج والكلام ده كله، انا بحاول طبعا اقصره قدر الامكان، بس لو انتوا مش بتحبوا تشوفوا الحاجات دي ممكن ابقى اعملها كات كلها يعني. ممكن اخلي الحاجات المهمه زي الكولكتبلز، لان برضو اللي بيلعب اللعبه بيدور على كولكتبلز يعني، ممكن يسترشف بالفيديوهات اللي انا بعملها ديت عشان يعرف يلاقي الحاجات. ما فوتش حاجه انا بقدر الامكان طبعا، بحاول ما فوتش اي حاجه، مع ان غصب عني في حاجات بتفوت. بس anyways انا بتكلم عن الناس اللي بتتفرج على الجيم بلاي، عايز اشوف جيم بلاي ممكن استغنى هذا الموضوع. بس قولوا لي رايكم في التعليقات يا جماعه، ممكن نستفيد منه او الابريشيت، هقدر هذا الموضوع طبعا. وات ايه؟ ده في مكان هنا. اوكي انا جاي من هنا وهنا نخترق الزجاج. يلا بينا. ده في ناس هنا ولا فيش ناس؟ انا شايف خيالات بس ما اعتقدش انها ناس، شكلها كانها ناس. ايوه كولكتبلز بالهبل طبعا. هاتي. ده بيتفتح. اوكي نطلع نلم اللي فوق الاول. طيب او اللي هناك هو ده لازم نخشه طبعا بشكل ما. غالبا الباب ده هيبقى مقفول ولا مفتوح. اديني كل حاجة بس خلاص. هنا ما في شيء.
لا ينكسر. ده في ناس مذبوحة ومعذبة و كل حاجة، كل بلد له طب من أشكال العذاب وألوانه. اوكي دي ورك بنش. طب انا معايا حاجة اعملها ابجريد؟ لا لا يكفي، الموارد لا تكفي. اديني دي، ايوه دي فل، كله فل. دي ممكن اكسرها يا جماعة، بس ممكن اعمل لها اكسس من هنا. في باب هنا كمان، فين؟ ايوه. لا ده انا اوكي. ايه اللي هنا؟ شفت حاجة بتنور هنا، ودي في الظهر. اوكي واضح انها في الظهر، ودي هزقها. بس دي انا هزقها ليه؟ انا عاوز بيها ايه دي؟ اطلع بيها فوق. الباب ده هتلاقيه مقفول اكيد، انا ما جربتش افتحه يعني. اوبا 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 اوبا، يا نهار ازرق، انه يتغذى على حشائش السبان. ابعد الغازات دي عني، انا عايز السهم المتفجر بسرعة 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 بسرعة. انا هجيب السهم المتفجر ازاي؟ تعال ولع عليه نار الاول. خد دي، ما جاتش فيه. يلا ندير بقى فرصة نجيب السهم المتفجر. السهم المتفجر يا ابن لذينة، انت جيت لي منين يا ابن لذينة؟ لا 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 لا، ماشي. انا عملت دوج، ده طياره. السهم متفجر يا اخوانا، مش مديني فرصة. يا نهار ازرق يا نهار ازرق. يلا هات ده كمان واحدة. خلاص ده بتضايقه، بس يعني بتضايق مش اكتر. ابا 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 اجري يا ابدل. مشكلة مش شايف هو فين. خد دي، انت فين يا كابتن؟ ده مات. اوف ستريسفول يا جماعة. شت طبعا، وتعترف شت كمان. اوكي عندي دي وعندي دي، نزود عدد الاسهم. اوكي كانت حتة بوس فايت يا جماعة بصراحة، حكاية يعني. اوكي طب يا جماعة انا شايف ان ممكن اتوقف على هذا الحد من الفيديو، يعني بعد نهاية البوس فايت الماتشينة دي اللي احنا وصلناها دلوقتي. ما طولش على الفيديو اكتر من كده، ورب تكون استمتعتوا بالمشاهدة مع الي. شوف الي شكلها مش عايز تديني وشها. بصوا الي اللي عايز يعني الحلقة وانتي بصة يعني عادي تعالي. طب هي مش عايزة تبص، بلاش مزاج دلوقتي. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي وايه اللي هيحصل وهنوصل لفين في الاخر. واضح الرحلة طويلة جدا لحد مدينة الملاهي، ومع السلامة.